اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت وتيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اهلا استاذ سامي، كل سنه وانت طيب بخير. اهلا وسهلا انت والمشاهدين وقناه الصحه والكمال. الله يخليك. احنا دايما زي ما انت تفضلت في المقدمه، احنا هدفنا ان احنا اتصالات المرضى والمشاهدين اللي هم اي استفسارات وبس لما يجوا يتكلموا يا ريت طبعا نمره واحد، يا اما يطفي التلفزيون يا اما يبعد عنه خالص يا اما يوطيه قوي زي ما انا جاي كده بالورقه والقلم وجاي يجيبوا الورقه والقلم، برضه لازم يجيبوا ورقه وقلم ومجهزين. بعدين لما يتفضلوا يتكلموا يقولوا السن كام سنه والوزن والطول لو هم عارفين طولهم قد ايه، تمام، ولو هو المرض بتاعهم بقالهم كام سنه والادويه اللي بياخدوها واخر تحاليل ايه. تمام، يعني يبقى يا ريت يبقوا عشان ما نضيعش وقتنا ووقتهم. اكيد يعني. دلوقتي فيها دكتور يعني حتى بتصادف لما بيكون معايا صديق او بتاع او في حاجه، ناس كتير برضو بتسالني ان هم بيتهاونوا في ان هو ياخد الدواء في ميعاده، او مثلا مسافر ينسى علبه الدواء ولا شنطه الدواء يقول لك اسبوع مش مهم اخد راحه، هل ده صحيح يعني ان هو ياخد؟ لا، هو يعني ايه ياخد راحه؟ يعني نسي الدواء، ما بياخدش الدواء في ميعاده. لا يعني هو مثلا في ادويه سافر وما خدش علبه الدواء. في نوعين من الادويه، يعني عاده في ادويه لها مواعيد لها علاقه باوضاع معينه في الانسان، والاوضاع دي اكل شرب الصبح بالليل بعد الاكل بعد قبل الاكل مثلا قبل النوم على معده خاويه على لازم في وسط الاكل، واخد بالك؟ تمام. فالنمط ده العلاجي لازم نحترمه. في ادويه مش مهم الاوضاع دي بس تتاخد في اوقات ثابته، يعني مثلا لو علاج للضغط ملوش علاقة بالأكل والشرب والنوم والكلام ده، تمام، أو علاج للسكر أحيانا اللي هو بتاعنا احنا أو الغدد الصماء مثلا هرمونات وما إلى ذلك، ممكن تبقى ثابتة في ميعاد ثابت. لو الدواء يومي مرة واحدة مثلا يتاخد مثلا، هو حر عاوز ياخده الساعة 4 ياخده الساعة 5 ياخده، ما دام ما فيهوش وقت محدد يتناول. على فكرة سؤال وجيه جدا اللي أنت قلته، ما فيش وقت محدد. لكن في أدوية لها علاقة بمعدة خاوية زي هرمونات الغده الدرقيه، الدواء ده لازم يداخل على معده خاويه يعني قبل الاكل بساعه او بساعتين. طيب، وبالتالي يبقى الصبح. ناخد اتصال يا دكتور. اتفضل يا فندم. استاذ علي، السلام عليكم. ايوه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال الدكتور سؤال يعني. اتفضل الدكتور، سامعك. انا سني 40 سنه، وزني 85، طولي 175. انا جسمي السكر صايم يعني كذا مره طلع 147، مره طلع 88. فانا كنت يعني مش عارف اعمل ايه، يعني هو انا مش مريض سكر ولا اي حاجه، بس عاوز يعني خايف من مرض السكر والحاجات دي. طيب يعني انت يعني هل انتظم في الاكل والشرب في الحاجات الحلويات الحاجات دي؟ طيب بص يا علي، احنا عندنا نمط معين للقياسات عشان نقول سكرك ده طبيعي ولا غير طبيعي. انت حضرتك هتقوم من النوم، طبعا رمضان كل عام طيب، هيبقى فيه شوية صعوبة، لكن احنا ممكن ناخد عينة قبل الفطار بتاع رمضان. اوكي، معايا؟ هو مش ماشي. شكرا استاذ علي. طيب حاول تتصل تاني. لا لا خلاص، وانا هقول له يعمل ايه. هو يعمل هو والناس، نعلمهم ان احنا بنحلل، يعني عشان نشخص مرض السكر لازم بنحلل سكر في الدم. هو طبعا ما مش هخش في تفاصيل ان ده مش كافي ومش مهم قوي، لكن اللي يعني اللي هنرضى بيه يعني على المستوى البسيط. ففي الحالة دي بنقيس سكر بعد صيام 8 ساعات. في الايام العادية هيقوم النوم الصبح يحلل بالجهاز بتاع البيت، ما يروحش اي حتة، وبعدين ياخد مثلا ازازتين بيبسي او كوكاكولا او حاجة، واخد بالك، وبعدها بساعتين يروح محلل تاني ويجيب لي النتائج. لو الصايم اقل من 110 لحد 110 اللي هو الصبح، يبقى طبيعي. اللي بعد الاكل بساعتين او البيبسي او الحاجه المسكره بساعتين 100 لحد 140 يبقى طبيعي، غير كده يبقى اتصل بينا. هيبقى في كلام يعني تاني. معنى كده دكتور ان احنا بننصح المريض كمان ان هو لازم يكون بيعمل تشيك اب او كشف دوري مع الدكتور بتاعه، لان في ناس
يعني او في مرضى بمعنى اصح ان هي بتترك الحاله لغايه ما بتسوء بيها جدا؟ لا سوري، بتعمل يا اسامه ان هم بيعملوا التحليل ده عشوائي. يعني ممكن حضرتك يكون ناوي يعمل تحليلات تانية فيروح يا اما صايم 10 ساعات يا 8 ساعات يا 6 ساعات زي ما يطلع، او 12 ساعه وياخد عينه وخلاص على كده. لا ده مش كفايه. احنا قلنا وبعدين ما بيطلع عالي مره في حد القياستين، يعني احنا قلنا القياسه الاولى اللي هو الصايم 110، افرض طلع 120 125 هقول له سكرك عالي وعندك سكر؟ لا بعدها تاني، بعدها تاني. اتفضل ناخد اتصال. استاذه وداد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه لو الله. لو سمحت والدتي مدام وداد عبد الله هي بتاخد للضغط حاجه اسمها اكس فول اتش سي تي ماشي، وبتاخد للسكر بتاخد السكر الخط باظ. لسه على الخط ولا قطع؟ معانا. طيب نكمل معاك. ماشي شكرا يا استاذ وداد. يبقى هو حضرتك الصايم قلنا 110، افرض طلع 120 او اكتر بنعيد الصايم تاني، ممكن مره واثنين. لو طلع مرتين عالي نبدا نهتم قوي. طب لو بعد الاكل نفس الحكايه، طلع فوق 140 مره او اثنين ناخد كده. لو الاثنين طلعوا اعلى، يعني هو نفس اليوم حل الصايم وبعد الاكل بساعتين وطلع الصايم 120 واللي بعد الاكل بساعتين 160 170، لا كده لازم هنبص عليه ونبدا نهتم بيه. لازم يبقى دخل في منطقة السكر. تمام. اخبار حضرتك. نيجي بقى على السؤال اللي هو الأدوية وعلاقاتها انه يوقفها. مفيش حاجة اسمها وقف دواء. يعني انت ممكن يحصل ارتدادة عكسية عنيفة جدا. في هذه الارتدادة ناخد اتفضل. حسن. استاذ حسن السلام عليكم. السلام عليكم. كلكم طيبين. وانت بالصحة والسلامة. اتفضل يا استاذ حسن. الدكتور. سامعك. اتفضل. ماشي حضرتك. انا باخد سني 40 سنه. سن 40 سنه. ايوه اتفضل. والوزن 100. جميل. باخد برشام دروسين يا دكتور. التروكسين. دروسين. دولسيل. دورسيل. اربعه ولا ثلاثه ولا اربعه؟ اربعه يا دكتور. طيب ماشي. عندي تنميل في رجلي على طول يا دكتور. سكرك الصايم كام؟ بالنسبه عشان الازمه بتاعت الكورونا دي فتره ما كنتوش والله يا دكتور. طيب ما انا مش عارف اعالجك كده على الهوا. انت تحلل سكر صايم يعني في رمضان ان شاء الله قبل الفطار تحلل بالجهاز، وبعدين تاخد العلاج اللي بتاخده وتفطر فطار رمضان، وبعد الفطار بساعتين تحلل، والاسبوع الجاي تكلمني. ماشي يا استاذ حسن. الف سلامه يا استاذ حسن. شكرا. الف سلامه. كل سنه وانت طيب. وكل الناس يا ريت يعملوا كده. يا ريت والله. دي رساله من الدكتور محمد لكل المشاهدين والمرضى ربنا يشفيهم جميعا، ان لازم ان اي واحد بيتصل يكون محضر نفسه. طبعا الاسم والوزن والسكر صايم وفاطر والطول، يكون جاب التقرير كله والتحاليل بتاعه عشان يقدر الدكتور يساعدكم. وانتوا اكيد يعني عارفين من غير من ايه. طيب هل احنا تحليل السكر صايم وبعد الاكل بساعتين هيشخص تشخيص مبكر لمرضى السكر، ولا ممكن يعني نتأخر شوية؟ يعني هل ممكن السكر يكون موجود؟ يعني أصيغ السؤال بطريقة تانية. لو عندك أي حاجة ناخد اتصال على طول. دكتور أستاذ أحمد السلام عليكم. أيه غالي. أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيب. اتفضل. السلام عليك يا غالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في عندي السكر وخايف آخد علاج. لا سكرك بيطلع كام؟ صايم. يعني كان 170 وعشوائي كان 550. لا وطي التلفزيون او ابعد عنه، واحنا قلنا الكلام ده في الاول. استاذ احمد اقفل التلفزيون. او يبعد عنه، او يبعد عن التلفزيون. خش في الاوضه اللي جنبي، شوف جحر كده او تحت البطانيه. واخد بالك. انا معاك اهو عشان نقدر يعني نسمعك. بس اصل هنا بيعمل صدى جامد. اتفضل. يا دكتور. اتفضل. اتفضل. انا كان في عندي السكر بس انا خايف من العلاج، يعني انا خايف اخد علاج وما اعرفش يحصل لي الصراحه. طيب الصايم كام قلت لي؟ الصايم كان 170. والفاطر؟ والفاطر كان فاطر كان برضه كان 500 وشوي. 500. اه طيب في بول كتير بتتبول كتير؟
لا انا طبيعي عشان كده بخش علاج، يعني انا حاله طبيعيه بس. رد عليا، برد عليا ببساطه، اقول لك بتتبول كتير بول كتير، تقول لي لا. لا ما فيش بول كتير. طب جميل جدا، واحده واحده كده، لان انا دلوقتي واخدك مثال قدام الناس المشاهدين، لان هشرح الحاله بتاعتك. فيعني مش بديك بس بطول معاك كده، ده احنا بنتساهر برضو. حضرتك قلنا مفيش بول كتير، ريقك بينشف؟ في ريقك بينشف؟ ريقي بينشف وبعرق كتير. بقول لك يا استاذ احمد، انت يا استاذ احمد، استاذ احمد انت تقريبا مصر انك تبقى جنب التلفزيون صح؟ لا لا والله. قفلت التلفزيون وعلي صوتك بقى شويه. ايوه انا بعرق كتير. وريقي بينشف على طول. وبتشرب ميه كتير طبعا غصب عنك بقى في الفطار يعني. في الفطار بشرب ميه كتير يعني كتير. طيب. عشان حاجه طبيعيه يعني. طيب سؤالك ايه؟ ايه؟ السؤال بتاع سيادتك. سؤال انا خايف من العلاج، يعني هيحصل لي حاجه ولا ما اخدش علاج ولا ايه بالظبط؟ ده انت هتخاف ايه؟ ده اللي انت فيه ده كارثه. يعني راجل سكره الصايم 170 واللي بعد الاكل بتقول 400 ولا 500. 500. حتى لو بعد الاكل 200 مش 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 500، مش محتاجين 500. بس 500 ده خطر. لا حتى وال 200 خطر. طيب الف سلامه، هرد عليك وانت عارف. ماشي يا استاذ احمد، الدكتور هيرد عليك. لا طبعا هو لازم ياخد علاج، وهنبدا علاج، بس هو ما قاليش وزنه كام. يا لو يعاود الاتصال يبقى افضل، انا نسيت اساله على الوزن. فهو لو وزنك طبيعي او اعلى من الطبيعي هناخد حاجه سهله قوي اسمها سيدوفاج، دي 1000 ملي جرام. الحلقه دي يا جماعه احنا بتتذاع تاني على اليوتيوب بعد 3 ساعات بتطلع. فممكن هو برضه يبص عليها مش عارف يكتب. ياخد جلوكوفاج 1000 ملي جرام حبتين، حبه قبل الفطار وحبه قبل السحور، ودول مش هيكونوا كافيين. ياخد دواء كمان معاه، وليكن حاجه نقل لك حاجه رخيصه كده، حاجه زي الدولسيل اللي كان بيتكلم عليها قبلك، 3 ملي جرام حبايه قبل الفطار. تمام. ولو انت مش هتقدر تابع ابقى اتفرج عليها على اليوتيوب ويكتب اللي هو عايزه. اتفضل. ناخد الاستاذه فاطمه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لو سمحت والدتي بتلحم وعندها ضغط مرتفع. استاذه فاطمه انت سامعاني؟ طب انقلي في مكان يكون فيه شبكه، شكل الشبكه كده شويه، او تتصل بالارض لو عندها ارض. سامعانا يا استاذ فاطمه؟ شكرا شكرا استاذ فاطمه، اتفضل. طيب نرجع بقى للنقطة المهمة، عشان احنا متفقين مع السادة المشاهدين ان احنا بنعالج عن طريق التلفزيون، وده مش صح قوي، لان الكشف مهم جدا، وان انا اشوف العيان حتى لو اشوفه كده. تمام. ممكن نبقى نجيب كاميرات يبعتوا لنا صورها. بتكلم جد؟ ممكن ممكن. وانا اشوف خلقته كده، سوري معرفش كلمة خلقته. اشوفه، اشوف صح. بيمشي ازاي، كفاية اشوف صح. بيمشي، اشوف هو داخل عليا، اشوف بنيته، وضع جسمه، عضلاته، بيبان كده من النظره. بس يعني ما ينفعش بس باللي هو التحليل صايم وفاطر. لا التحليل والوزن لا لا لا، اللي احنا بنعمله ده، بص حضرتك اللي احنا بنعمله ده كويس بنسبه 60-70%. لكن الكشف والتحاليل الثانيه اللي هي مش بيعملوها احنا بنكمل النسبه. بس عايزين لازم ابين كده، لان احنا كده هنسطح الطب، ولكن احنا بنساعد. صح. يعني احنا بنساعد، وعلى اساس ان طبعا الظروف المواصلات والحاجات دي ورؤية الأطباء بقى فيها شوية تعب، فاحنا نحاول نساعد شهرين ثلاثة أربعة لما ربنا يكرمنا ونبقى، لكن هننجح بنسبة كويسة قوي قوي من خلال. نرجع بقى لنقطة، هل تحليل السكر صايم وبعد الأكل بساعتين كافي إن يخلينا نكتشف مرضى السكر مبكرا يعني بدري ولا لأ؟ والسؤال بصيغة تانية، يعني ممكن نلاقي السكر الصايم واللي بعد الاكل بساعتين طبيعي والعيان يكون عنده سكر؟ نعيدها تاني عشان بالراحه، لان الموضوع مش سهل. تمام. يعني ممكن اعمل سكر صايم الاقي السكر 100 او 110 يعني طبيعي مظبوط الصايم، واللي بعد الاكل الاقيه مثلا 120 130 140 يعني طبيعي، والعيان يبقى دي عنده خطوره السكر؟ هنجاوب بعد الاتصال. تمام ماشي. ناخد ام محمد وبعديه سمير. ام محمد سلام عليكم. اتفضلي يا ام محمد، انت على الهوا سامعك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا محمد. لو سمحت يا دكتور، انا كنت باخد علاج للسيول في الدم، كنت بشتكي من رجليا والدكتور عطاني علاج للسيول. اسمه ايه؟ ماريفان ولا اسمه ايه؟ اه ماريفان.
كم ملي؟ مش عارفه والله يا دكتور. 1 ملي 3 ملي كام؟ بصراحه مش عارفه، ان انا يعني مش متعلمه قد كده. طيب بتاخد حبايه في اليوم؟ باخد حبايه. طيب وبعد كده بقى ايه، ارتحت عليه شويه وركنته، خدت وسيله اللي هي بتاعت منع الحمل. عملت لي ميه في الجسم. وسيله استني بس، وسيله هرمونيه ولا وسيله موضوعيه يعني زي اللولب وكده؟ لا هرمونيه. عشان كده عاوزه اخد اي علاج ينزل الميه اللي في جسمي. ولسه ماشيه على الماريفان ولا بطلتيه؟ لا بطلته، الدكتور قال لي كفايه عليكي كده، هو كده بقت رجلك بقت كويسه واركنيه. طيب انت عشان توقفي الماريفان ده لازم تعملي حاجه اسمها دوبلكس سكان او اشعه تلفزيونيه على الشرايين القدمين او الساقين، نطمن قوي ان مفيش حاجه. دي واحد. اتنين، لو كان هو اتاخد الماريفان ده بطريقه سليمه اللي هو اللي سهوله الدم، ما كناش نقدر نوقفه بسرعه كده، يبدو ان هو اتاخد بتسرع او بي يعني كنوع كده يلا يلا، لكن مش على اساس علمي رصين معايا بيه. فكون نوقفه ما اعتقدش. بالنسبه للميه احنا ممكن حاجه اسمها ناخد لازي لاكتون حبايه قبل الفطار يوم بعد يوم لمده 10 ايام. ده هينزل لك الميه، وحضرتك تحاولي تاخدي اسبرين ولا حاجه. ممكن ناخد كمان اسبرين بيبي اللي هو اسبرين الاطفال 81 مللي جرام حبايه برضو بعد الفطار عشان نستعيد، بدل لان احنا ما هننزل الميه من جسم حضرتك، ممكن يحصل يعني لزوجه في الدم ولا سيما في الصيام، ولو كان عندك قابليه للجلطات في الساقين هتيجي في الفتره دي. يبقى اتفقنا لازي لاكتون لمده 10-15 يوم اقصى حاجه، حبايه يوم بعد يوم قبل الفطار، وناخد اسبرين باستمرار 81 مللي جرام حبايه بعد الفطار كل يوم، سواء فطار او يعني في الفطار او في رمضان او غير رمضان. تمام كده يا محمد. ولو في اي حاجه يعني فلتت منك او هربت الحلقه بتتعاد. طيب شكرا يا محمد. معانا استاذ سمير مستني، وام محمد، واستاذ محمد بعدي. استاذ سمير السلام عليكم. سلام الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ سمير. سمحت يا دكتور. نعم. انا كنت عامل تحليل سكر صايم كان 103. طيب. وفاطر كان 118. ماشي. هل الواحد ياخد علاج ولا ما ياخدش علاج ولا لا ما تاخدش علاج كده 100 100؟ انت وزنك كم كيلو؟ وزني 94. او طولك 170 مثلا؟ طولي 176 177. طيب خلاص حاول تنزل 5 كيلو من وزنك وان شاء الله مش هتحتاج علاج خالص، وعيد التحليل ده كل 6 شهور كده ولا حاجه. الف سلام عليك. شكرا يا استاذ سمير. ناخد ام محمد من الشرقيه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اهلا محمد. اهلا حضرتك. انا السكر عندي دايما عالي 450 و600، وباخد سلوفاج وباخد اماريل 4. طيب. وانا عندي التهابات في الاعصاب ما بقدرش اقوم من رجلي خالص. طيب سنك كام سنه؟ 50 يا دكتور. ووزنك؟ 50. وزنك 50 كيلو؟ لا انا 70. طيب يعني انت مش تخينه مش كده؟ لا مش تخينه يا دكتور. بتاخدي جلوكوفاج واماريل 4 مللي. وجلوكوفاج كام حبايه؟ باخد واحدة الصبح واحدة بالليل أماريل يا دكتور. يعني 4 و4 يبقى 8؟ اه يا دكتور. والجلوكوفاج قد ايه؟ 5. مفيش 5. 500؟ لا 5 مللي 5 جرام. 500 قصدي. 500 كام حباية؟ حباية الصبح وحباية بعد السحور. طيب بصي، أنا شايف إن سكرك ده مع وزنك ده هتحتاجي تاخدي أنسولين أو أدوية برضو من تانية غالية اللي هي ممكن تنزل لك السكر. الغالية دي هتبقى مكلفة ومش هنحاول نغامر بيها، لأنها لو ما جابتش نتيجة يبقى حرام علينا. فأنت حضرتك هتخليك الأمرين تاخد 8 مللي أقصى حاجة ممكنة تتاخد، فهتزودي الجلوكوفاج 1000 و1000، وتمشي كل يوم نص ساعة وتعملي أكلك، يبقى تنزلي نص كمية الأكل. كده 20 يوم ما ينفعش تكلمينا لأن هنحط لك أنسولين. شكرا يا محمد. أو أدوية من الغالية، مش عاوزين نكتب أدوية غالية هنا. تمام. بناخد الأستاذ محمد وبعدين أم كريم. أستاذ محمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضراتكم، والسلام طيبين. وانت بالصحة والسلامة. حضرتك أنا في تاني يوم رمضان تقريبا حسيت بألم في الصدر وكده واختناق خفيف، بس يعني بعيد عن فيروس كورونا أو بعيد عن الكلام ده،
رحت مستشفى صدر الزقازيق، كشف لابس سماعات على صدري وكده، قال لي عادي مفيش حاجه خالص، هتصرف نابيزول وكيورام 1 جرام ومش عارف علاج ايه تاني كده لتخفيض الحراره ومفيش اي حاجه خالص. وحضرتك اخدت العلاج والحمد لله استريحت، لكن مش عارف تقريبا كده برضه يعني حاجه خفيفه، الم خفيف برضه في نفس صدري كده، مش عارف ده بقى بسبب ايه يا حضرتك. الالم انت سنه كام سنه؟ انا 26، هو فوق القلب يعني في الصدر الناحيه الشمال. جاوب على اسئلتي لان انا اسئلتي لها مغزى، ما تردش من لوحدك. الالم ده مع بتاخد نفس عميق بيجي؟ لا. طيب اما لا بتحرك لا ايديك خلاص؟ لا خلصت، الكمبيوتر سجلها خلصت، انقل دلوقتي حضرتك. اما حضرتك بتحرك ايديك واخد بالك او صدرك كده، الالم يجي حاجه خفيفه كده. طب ازاي يجي كتير؟ اما تاخد وضع معين بايديك مثلا؟ لا مثلا وانا نايم مثلا كده. الكحه تجيب الالم؟ الكحه تجيب الالم؟ لا. الالم ده وانت قاعد موجود وانت ماشي موجود ولا بيجي مع المشي بس؟ هو على فترات تقريبا مع المجهود او المشي. لا مع مجهود المشي ولا ما بتحرك صدرك؟ مع اي مجهود بحرك صدري تقريبا. لا بص يا ابني، لو بتحرك صدرك وبيجي يبقى ده ضيف على العضلات بتاعه الصدر او يعني في في القفص الصدري، ما بنخافش منها خالص. اما لو بتيجي اثناء المشي وبيبقى الم غريب وتضغط عليه ما يقلمكش، ده بيبقى جاي من القلب. انت لو ضغطت كده عليه يقلمك؟ لا ما بيقلمنيش، بس بحس كده في القيلوله وانا مايل شويه، بحس القلب كده فيه مثلا حاجه. لا ده كلام فارغ اللي انت بتقوله. الف سلام عليك، واعتقد هو هيروح كل 5 شهور. شكرا بقى. شكرا يا استاذ محمد. ناخد ام كريم وبعديها استاذه ولاء. ام كريم سلام عليكم. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور سامي. ايوه يا دكتور، انا مريضه ضغط عالي، دايما ضغطي عالي على طول، ورغم ان انا وفي علاج باخده، فدايما العلاج ده لو ما خدتوش جسمي بيبقى ورم جدا، يعني دايما في ميه في جسمي. فمش عارفه ليه يعني العلاج ده اسمه الضغط، الضغط عدويه الضغط اللي هو سبكتو اللي هو بديل ليه. اسمه الضغط ده والضغط اسمه ايه؟ ايه؟ فين التلفزيون؟ ام كريم. العلاج اسمه الدكتور، انا خدت طبعا ودلوقتي مش موجود، باخد البديل اللي هو اسباكتور. موافقين موافقين. وده بيحوش لك ميه في جسمك؟ وانت بتاخد الدكتور عشان الضغط؟ لو ما خدتهوش جسمي على طول بيورم بطريقه فظيعه. كلامك صح، لكن انت بتاخدي ايه للضغط قلتي لي؟ ام كريم ايه رايك لو قفلت التلفزيون؟ لان احنا سامعين التلفزيون عندك. اقفليه لو سمحتي. دلوقتي بقول لك يا ام كريم. الو ماشي، هي تقريبا فصلت تقريبا. شكرا شكرا ام كريم، بحاول تتصل تاني. ناخد الاستاذه ولاء وبعد كده الاستاذه حنان. استاذه ولاء سلام عليكم. ايوه السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا على طول بعد الفطار افطر، يعني افطر من هنا ويجي لي اسهال من هنا، اخش على الحمام على طول بطني بتوجعني جامد، بس بعد الفطار مباشره، فمش عارفه اعمل ايه. طيب ده موجود في موجود غير رمضان ولا في رمضان فقط؟ لا ساعة ما باكل، قبل كده كان عندي برضو، بس ساعة ما باكل حاليا ممكن طول النهار عادي، بس ساعة ما باكل. ما هي وصلت خلاص، انت هتعيد الكلام. انا سؤالي، الحركة دي موجودة مع الغداء والعشاء قبل رمضان؟ موجودة ساعة ما باكل اي حاجة، بخش الحمام اعمل اسهال على طول. طيب ده بقالك كام سنة على الموضوع ده؟ بقالي حوالي من ايام ما عملت عملية المرارة. يعني من امتى؟ انا ما كنتش معاك ساعه المراره للاسف. من اربع سنين، معلش يا دكتور، من اربع سنين. من اربع سنين. بعد كده ما يعني تاكلي تخش التواليت على طول، صح؟ طيب وحاولت باي ادويه في الفتره اللي فاتت دي ولا ما حاولتيش؟ خدت ادويه كتير وكانوا بيدينوا مضاد حيوي الدكاتره ومفيش اي، مش محتاج. اخدت شويه يعني. لا لا بص بص بص، خلاص خلاص خلاص. اللي عندك ده حضرتك حاجه اسمها جاسترو انتستانال ريفلكس، دي بيبقى فيه اشاره بتطلع من المعده تروح للامعاء تخلي الامعاء تفضي اللي فيها، فاحنا عايزين نضحك على المعده والامعاء، فناخد وجبه صغيره قوي في الاول بسيطه جدا، وبعدين بعدها بربع ساعه نبدا ناكل. طبعا في رمضان يبقى هتاخدي مثلا حبه خشاف بوصات ولا كده، وبعدها بربع ساعه تبتدي تاكلي اكلك وعلى مهلك قوي وما تمليش المعده على الاخر. لو استمر الموضوع ده هناخد اي حاجه، زي حاجه اسمها كان
باللادينال او حاجات من هذا القبيل الصيدله عارفها، اللي هي حاجات زي الاتروبين، قولي له بس كده وهيديك حاجه تقلل حركه الامعاء شويه. شكرا سلام. شكرا استاذه ولاء. ناخد الاستاذه حنان. سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن الدكتور حضرتك؟ سامعك الدكتور، اتفضلي يا استاذه حنان. والله بعد اذنك يا دكتور، انا امبارح بعد ما شربت كوبايه العصير على طول جاتنا حاله اغماء، يعني زي ما تقول دوخه شديده كده في دماغي. سن كم سنه؟ سني حضرتك 43. طيب دي المره الوحيده اللي جات لك في حياتك؟ لا بتغيب حضرتك وتيجي، وبتجيني كتمه نفس كده وحرقان في معدتي وحاسه نفسي عيني دايخه ومش مظبوطه يعني. زعلانه من حاجه؟ لا حضرتك ما بتعالجش من حاجه. لا انت متضايقه من حاجه نفسيا؟ والله يا دكتور الدنيا يعني والظروف العادي. لا مش العادي يعني، اثناء الاعراض اللي عندك دي شكلها حاجات نفسيه اكتر منها عضويه. ايوه يا دكتور. يعني مساله انك خدتي حاجه على عصير ولا انت عندك سكر حضرتك؟ الضغط في الصيدليه قال لي ان الضغط كويس. انا فاهم، انت عندك سكر او حاجه حضرتك ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش اي عيا الحمد لله. طيب اما اغمى عليك كنت عارفه الناس اللي حواليك ولا مش عارفاهم؟ عارفه الناس حضرتك اللي حواليا وشايفه عيالي، بس حاله دوخه شديده في دماغي مش في جسمي. كان حد غريب بيفطر عندكم ولا انتوا لوحدكم البيت؟ لا حضرتك كنا في البيت انا والاولاد بس. لا بس انا مش شايف انها لها اهميه، لو كررت تاني يبقى كلمينا ان شاء الله ما يكونش لها اهميه خالص. ادام ما فيش ضغط ما فيش سكر ما فيش حاجه. ماشي يا دكتور. وحسن الف سلامه. شكرا حضرتك. شكرا استاذه حنان. ناخد الاستاذ محمود. السلام عليكم. ده هو لسه مع حنان ولا مع محمود؟ استاذ محمود سامعني؟ شكله فصل. طيب شكرا شكرا. هل يعني برضه نقول للساده المشاهدين بعد كده برضه يبعدوا عن التلفزيون، بلاش يقفلوه، يمكن يكون هم حد بيتابع يعني على التلفزيون، اما يجوا يتصلوا بينا يبقوا ابعدوا، يعني ياخد الموبايل ويبعد، واخد بال حضرتك، او يكتب الصوت يعني. يعني التنويه بنكرره للمره الالف. من الدكتور محمد، لو اي حد من المتصلين يا ريت بنقفل التلفزيون، بلاش نوطيه. لا يوطيه يقفل. لا ويقفل ليه؟ ماشي. الناس قاعدين بيتفرجوا. طيب ناخد الاستاذ ناصر من الاسماعيليه. ايوه اتفضل معايا. السلام عليكم. اتفضل. سلام ورحمه الله. سلام ورحمه الله يا دكتور. اهلا وسهلا. والنبي يا دكتور انا عندي غضروف. نعم. ورجلي ثقيله بمشي. يعني في ضعف في الثوره من فوق الركبه كده يا دكتور، الله يشفي شر المرض. وايديا بتنمل. ايديك الغضروف ده في ايديا بتنمل. الغضروف في الفقرات العنقيه ولا الفقرات هو عندي خمس فقرات والله العظيم يا دكتور، انا عملت اشعه رنين وعمال اخد علاج اخد علاج، اليومين دول رجلي بقت ثقيله خالص. ولما كنتش ماشي لو ماشي مش مظبوط ممكن اي طوبه لطت في رجلي اروح واقع. طيب تسكت بقى عشان هسالك اسئله وجاوب لي عليها يا ناصر. طب ماشي اتفضل يا دكتور. انت دلوقتي الرجل اليمين الضعيفه ولا الشمال؟ هما الاثنين والله العظيم يا شيخ. طيب فيهم ضمور ولا العضلات كده اقويه الاثنين؟ العضلات ثوره يا دكتور، ومن عند السمانه من ورا كده ورم ووجع وشد عضل بالليل، يعني ساعات رجلي ديت تبص تلاقي شد عضل كده ما بقدرش افردها ما بقدرش اديها تاني خالص. لا ما هو ده الغضاريف دي احنا بنخاف ليكون ضغط على الاعصاب اللي بتدي قوه للعضلات، في الحاله دي لازم يتعمل عمليه. لا الحمد لله يعني العمليه انا رحت سالت الدكتور قال العمليه لا مؤاخذه ما تتعملش الا في اثناء مؤاخذه، واحد بول على نفسه واحد مؤاخذه لا او ضعف شديد في العضلات. لو انت كلامك كده فوق الركبه بقى يا دكتور بقى فوق الركبه لا مؤاخذه من عند الفخده كده ورم بتاع الرجل بقى، يعني انت عارف لما حضرتك اجي امشي واشيل رجلي كده. طيب انت جرب العلاج الطبيعي الاول لمده اسبوعين او شهرين، ما جابش نتيجه لازم زميلي بتاع العظم يبص على حضرتك تاني. الف سلامه. شكرا ألف سلامة. شكرا استاذ ناصر. معنا الاستاذ رجب والاستاذ سيد. ناخد الاول الاستاذ رجب من الاقصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم بصراحه يا دكتور والله. الله يبارك فيك. بالنسبه يا دكتور والله يا شيخ انا معايا كان عندي فقرات في العنقيه والرابعه والخامسه قطنيه، وكنت عملت عمليه ضيق في القنوات العصبيه الشوكيه في الخلف في رقبتي،
ورجلي مورع نار النهارده ثلاث سنين ما خليتش دكاتره ولا اسيوط ولا مصر يا دكتور. يعني ورجلي اليمين وضحف في رجلي الشمال، ورجلي اليمين دي والشمال نار نار من اول الكعب بتاع رجلي لغايه الفخده من ورا كله مصدر الحوض كله بالخلف مش من قدام. كله لا في رجلي كلها من قدام ومن ورا. نار 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 كانك حاططها ماشي ماشي زيت. بس هو عموما الالم ده بيزيد مع الكحه او مع ما بتحزق؟ نعم الالم ده بيزيد مع الكحه او ما بتحزق؟ العالم ده يلي ثلاث سنين يا دكتور. انا ما جاوبتش سيادتك، ما جاوبتش، ما بنامش، ما جاوبتنيش. انا بسال في حاجه وانت بتجاوب سيادتك في حاجه. ما عندهاش كحه يا دكتور. اما تكح انت دلوقتي الالم بيزيد اعمل كده. لا لا ده نار مولع على طول في رجلي. طيب انت عملت فحص كهربي للعضلات والاعصاب بتاع رجلين؟ لا ما عملتش غير اشعاعات. اعمله وكلمني الاسبوع الجاي. اسمه فحص كهربي لاعصاب القدمين الساقين. شكرا استاذ رجب، وتابع معنا على الفيسبوك. لان هو الالم اللي بيقول عليه الاستاذ رجب ده مش ماشي قوي مع الفقرات. ماشي، ممكن يكون التهاب اعصاب طرفيه اكتر. طيب ناخد الاستاذ سيد من الشرقيه. السلام عليكم. الله. ايوه دكتور. اتفضل الدكتور معاك. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا فندم. ورحمه الله وبركاته. انا عندي ان شاء الله كده صداع بيرفع الضغط كده احيانا ل 160 على 70. لا كلش احيانا بيبقى كويس واحيانا يرتفع الضغط كده وسط كده دماغ. لا استنى، سنك كام سنه؟ ايوه دكتور. سن حضرتك كام سنه؟ فصل. ماشي شكرا يا استاذ سيد. اتصل تاني. ناخد ام كريم من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. السلام ورحمه الله. الدكتور معاك يا ام كريم. ايوه دكتور، انا كنت بكلم حضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور ان انا كنت باخد علاج اللي هو اللي بتاع الورم ده، وانا بطلته جسمي بيورم جامد. ما انت واخده دلوقتي الوسيله بتاعت الهرمونات، اما تاثيرها يروح هيبدا الورم ده يروح. في ناس بيبقى عندهم الهرمونات دي قابليه شديده جدا، اول ما يتحط في جسمهم يبقى يعجلهم كده. فانت هتخليك للاسف الشديد على الالدكتون او ما شابه له، واخد بال سيادتك، لحد ما تاثير الهرمونات ده يروح. هي الحقنه بتاخدها كل قد ايه؟ لا انا ما باخدش حقنه. حبوب؟ لا لونب. طب حاولي تتخلصي منه ويديك حاجه غيره بقى. الف سلام عليك. شكرا يا ام كريم. شكرا. ناخد اتصال تاني. استاذه هدى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ سامعك على الهواء على طول. اتفضلي. حضرتك انا بيجي لي دوخه كتير وبلغه معايا. سنك كام سنه؟ سنك كام سنه؟ سن 32. انسه ولا متجوزه؟ لا انسه. طيب. وحضرتك استني، الدوره منتظمه؟ الدوره منتظمه. انا اللي اسال. الدوره منتظمه؟ ايوه يا فندم. طيب بتقولي بتجي لك دوخه. بعدين بيجي لي دوخه كتير، ولما بحط حاجه في مكان بنسى مكانها، ما افتكرهوش. بتنسيها؟ اه. ده اللي عندك كله؟ اه يا فندم. ودراع اليمين بينمل على طول، بس يعني مش على طول قوي. يعني حضرتك بتشتغلي ولا قاعده في البيت؟ لا انا بشتغل. شغل ايه؟ مكتبي ولا شغل يعني بتتحركي مثلا وكده؟ لا حركه عادي. يعني شغل يدوي كده يعني. طيب، هو بالنسبه للنسيان والكلام ده، يعني في ساعات بندي بعض الحاجات المنبهات بس غاليه، ومش ما اعتقدش انك تستاهليها. العمليه ان الواحد يتذكر التذكر الاشياء دي بالممارسه وبالتدريب، ان الواحد يبدا يفكر نفسه ويذكر نفسه على الحاجه اللي هو عملها او بيحطها. بالنسبه حضرتك للدوخه، يا ريت تعملي لي صوره دم لو يكون عندك انيميا. ده اللي انا عايز اطمن عليه. اوكي. وكلميني الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا شكرا استاذه هدى. العفو. ناخد الاستاذ عبد الحميد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ حميد. السلام ورحمه الله. اتفضل. لو ممكن اكلم الدكتور لو سمحت. سامعك الدكتور. اتفضل. يا دكتور السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا فندم. الله يبارك فيك. انا عندي ايدي اليمين اصبعي صوابعي بتروح زي ما اكون هتقف كده وتفردها بالعافيه، وبدوخ دوخه وحشه قوي يا دكتور، دوخه وحشه قوي. سنك كام سنه؟ الدوخه دي من زماني عند 84 سنه.
84 سنة. ماشي كويس. الدوخة ملازماني قوي يا دكتور، بقى اقوم من النوم مع انك الدنيا بتلف بيا كده، وامسك في السرير كاني هقع. حد انف واذن؟ في دكاترة انف واذن؟ نعم. دكاترة انف واذن شافوا حضرتك؟ قالوا ايه؟ عملوا لي غسيل. وبعد لا ده انت رحت لحد بقى يعني بيهزر معاك. شافوا لك الاتزان وشافوا لك الحاجات دي؟ لا يا دكتور، قالت لي لما تيجي الدوخه دي، لما تيجي الدوخه بص الحاجه كده ركز فيها وخليك لسه اقرب حاجه بقى لي. لا لا لا، هتعمل اشعه حضرتك على شرايين المخ. شرايين الرقبه وشرايين المخ. حاجه اسمها اشعه صوتيه، موجات صوتيه على شرايين المخ والرقبه. واتكلمني الاسبوع الجاي. شكرا سلام. شكرا استاذ عبد الحميد. هناخد معانا الاستاذ جمعه وام عمر. استاذ جمعه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا بعد اكلم الدكتور. اتفضل معاك. انا يا دكتور انا مريض سكر من 2010، ومريض قلب ومريض ضغط ومركب دعامات في القلب. عظيم. احساس دلوقتي لما باجي اكل لقمه معدتي بتتعبني، لما اجي امشي الاقي في الم في صدري. الم في الصدر ده مجرد ما اقف استنى 5 دقايق الالم ايه يبطل وامشي تاني الالم يخف. فانا بقى ماشي على ادويه القلب والسكر فكشفت عند دكتور باطني قال انت عندك ارتجاع في المريء. فاخدت ايه العلاج بتاع ارتجاع المريء، هود شويه بس الالم هو هو. اعمل ايه يا دكتور؟ لا انا بص يا فندم، انت سنك كام سنه حضرتك؟ انا سني 45. رغم كده ربنا يشفيك، السكر والضغط والقلب دول نخلي بالنا شويه. اولا لازم السكر، اسمعني بس، اسمعني بس. نعم منتظم على علاج السكر والقلب والضغط. السكر صايم كويس والبعد الاكل بساعتين كويس والتراكم. انا فتران دلوقتي، فتران وليت السكر 153. طيب والصايم بيطلع كام؟ الصايم يخش 90 حاجه زي كده. ما هو مش حلو قوي 90، يعني احنا عايزينه ما يقلش عن كده، لان لما يقل عن كده ممكن يتعب القلب. ولا سامع ان ممكن تكون انت بتصوم مش كده؟ ايه؟ بتصوم؟ بصوم يا دكتور. طيب مع صيام سيادتك ممكن السكر ينخفض اكتر من كده فيخلي القلب يتعب. عموما جميع الاحوات زميلي اللي فكر او الدكتور اللي رحت له وفكر في حكايه ارتجاع المريء، عموما احنا بنحترم رايه، بس كان يخلي باله ان انت مريض قلب ومهم قوي. انا شايف ان حضرتك تعمل ممكن يبقى قسطره على القلب او رسم قلب المجهود، او حتى الجديد ده اللي بنعمله مالتي سلايس سي تي سكان على يعني اشعه رنين على القلب، لان لازم نخلي بالنا من حضرتك، لان الاعراض دي بتميل شويه ان هناك نقص توارد الدم للقلب مع المجهود. والسكر ما يقلش، احنا مش عايزينه يقل على فكره عند حضرتك. شكرا يعني شكرا استاذ. ما نفرحش انه بقى 70 و90. يعني ممكن لازم يتظبط الصايم، ما يقلش عن 110 100، نخليه طيب. زياده سنه ما يجراش حاجه. تمام. ناخد ام عمر. السلام عليكم ام عمر. لو سمحت اتفضلي يا ام عمر. يشتكي دايما من كتافه وبعوه سكر 108. لا ابدأي من الاول عشان الخط ما كانش يروح حته فيها شبكه. أيوة كويسه. اتفضلي. ابدأي من الاول. سكر 8. لا سيادتك روحي مكان قولها يا اسامه. بقول لك يا ام عمر احنا مش سامعين. أيوة. كويس، ممكن بس تروحي في حته فيها شبكه كويسه. خلاص ماشي ماشي حضرتك ماشي. ايوه كده الصوت حلو، يعني اثبتي على كده، احنا كده سامعينك. خلاص ماشي ماشي اتفضلي. بقول لحضرتك جوزي عنده السكر تراكمي بتاعه 8. 8 8. وكتافه بقى دايما عظم كتافه يوجعوه، عظم رجليه. سنه كم سنة؟ ودايما يشتكي. أم عمر السن كم سنة؟ 57. 57. وزنه قد إيه؟ وزنه؟ والوزن؟ الوزن بتاعه 115. 115؟ طيب اتفضلي. دايما بقول لك من العظم. الصوت يا فندم تملي بيشتكي من رجله. تملي العظم بتاعه، العظم عظم رجله والدوخه على طول عنده، على طول دوخه دوار كده.
هو عنده سكر ولا ما عندوش؟ عنده سكر اه. الصايم بيطلع كام؟ انت قلت لي التراكمي 8 وصلتني خلاص. الصايم بيطلع كام؟ الصايم ما عملش؟ السكر الصايم كام؟ ما عملش لسه. اه طيب انا معلش بس، انت بتقولي رجليه فيها حرقان ولا فيها ايه؟ فيها وجع على طول، عظمك بينشر عليه على حتى عظمك. الصوت وحش قوي يا ست الكل، مش عارفين. بقول لحضرتك حتى عظم الكتاف بتاعته وجعه. طيب يعني عايزه تقولي العظم مش اللحم اللي بيقلمه صح؟ اه العظم بتاعه دايما يوجعه. هو صعب في الرجاله يجيلهم هشاشه عظام الحقيقه، ولكن حاولي تعملي لنا حضرتك قياس هشاشه العظام. خلاص ماشي حضرتك. والضغط والدوخه عنده، الضغط بتاعه سليم ولا الضغط فيه الدوخه؟ مشاكل الدوخه ماشي. الضغط بتاعه بيعلى ساعات. طب ما احنا عاوزين نظبط الضغط، بياخد ايه الضغط علاجه؟ دوخه يعني من الضغط. ايوه الضغط بيطلع كام يا فندم؟ مره طلع 170 على 90 من فتره كده. طب العلاج بياخده ايه عشان اظبطه لك؟ بتاخد علاج ضغط اسمه ايه؟ اسمه ايه علاج؟ بلوكيوم ديو. إيه اسمه ايه؟ بلوكيوم؟ اه بلوكيوم ديو. بلوكيوم دايو. طيب يعني احنا ممكن ناخد معاه، هنشوف لك حاجه برضو مش غاليه، لان دايما معظم ادويه الضغط بتختزن الماء جوه الجسم، وده بيحاول بيخليها بعد فتره ما تجيبش نتيجه كويسه. فاحنا هناخد لمده 15 يوم الدكتون، بس بلاش الدكتون في الرجاله، لازيلاكتون حبايه بعد يوم قبل الفطار لمده اسبوعين او ثلاثه، هتلاقي ضغطه اتظبط، الدوخه دي ان شاء الله هتبقى افضل. ماشي ده على المستوى الهواء، ربنا يوصل. شكرا شكرا يا عم عمر، شفا ان شاء الله. الدنيا داخله ببعضها. هناخد الاستاذ احمد وبعدين الاستاذه فاطمه. استاذ احمد من بني سويف، سلام عليكم. وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ممكن أكلم الدكتور لو سمحت؟ الدكتور سامعك. أنا عندي أملاح جامدة جدا وفي الركبة وحرجان رهيب في القدم من تحت. طيب أنت سيادتك والبول أصفر في أملاح يعني، فيها علاج الأملاح، خدت يوروفين وحياة كده بتاع خشونة بس هو أملاح. بص يا فندم ما تقوليش لأملاح ولا بتاع، أنت مش بتاع ملاحات بتاعت اسكندريه. بص سيادتك كل اللي عندك وانا اللي افسر. طيب حرجان في القدم من تحت، حرجان رهيب. عندك سكر الاول ولا ما عندكش؟ لا لا ما عنديش اي حاجه، ولا ضغط ولا سكر. سنك كم سنه يا فندم؟ 41. حللت سكر قريب من حوالي شهرين ثلاثه، حصل؟ حللت ما عنديش، انا ما عنديش سكر. طلع كام؟ لا طلع طبيعي. ما هو طبيعي دي عندي انا غير عندك انت، طلع كام؟ 100 طلع كده مش فاكر. طلع 120. 120 يعتبر عالي، صايم ولا عشوائي ولا بعد الاكل بساعتين؟ لا صايم. طيب ما 120 ده اعمل لي بعد الاكل بساعتين وكلمني الاسبوع الجاي. شكرا. اتفق بعد الاكل بساعتين والاكل. شكرا استاذ احمد. احنا قلناه عينه ياخدها بعد ما ياكل، يا ريت يكون حاجه مثلا مسكره كده، دلوقتي ياخد بقى زي ما قلت هو احسن يعني مثلا عصير برتقال، عصير جوافه، او احسن عصير مانجا، كوبايتين محترمين كده، وبعدين ما يبقاش حاجه ثانيه لو قدر، وبعدها بساعتين ياخد العينه ويقول لنا الاسبوع الجاي. تابع بقى الدكتور محمد يا استاذ احمد. يعني بقول لك طبيعي طبيعي 120 مش طبيعي. تمام هناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذه هناء من دمياط، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا السلام ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين ومبروك عليكم الشهر. الله يبارك فيك ويديك الصحة والعمر يا رب. احنا وانت يا رب. والله يا دكتور انا عندي بس سؤالين لو سمحت، بس انت يعني يا ريت حضرتك تقدر تجاوبني عليهم، اصل انا لفيت كتير على فكرة. ربنا ييسر. يا دكتور انا عندي ثلاث صوابع دول اللي هو الوسطى والسبابة والابهام، اوقات كتيرة بيقفشوا عليا وما بقدرش افتح ايدي اوقات كتير. ايدي كده ما اقدرش افتح صوابع من بعض. سنك كام سنه؟ عندي 36 يا فندم. متجوزه؟ اه يا فندم. عندك اولاد؟ لا. طيب الدوره منتظمه؟ اه لسه يعني متجوزه بقالي يعني 7 اشهر لسه منتظمه قريب. طيب القصه دي بقى لها قد ايه مع حضرتك اللي ايديكي بتقفش صوابع دي اللي بتقفش كده؟ من زمان والله يا فندم، من حوالي 5 سنين. 5 سنين، ناحيه واحده، دراع واحد ولا الاثنين؟ الايد واحده ولا الاثنين؟ لا ايد واحده اللي هي اليمين اللي بستعملها دايما. لا علاقه بالنوم ولا ملاش علاقه بالنوم؟ قطع الخط للاسف.
طيب ترجع تاني. طيب ان شاء الله. عوده الاتصال الثاني يا استاذه هناء. ناخد الاستاذ سيد من الشرقيه. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ سيد. هو ايه حكايه الخطوط؟ يتصلوا بالارضي. شكرا شكرا فصل. الموبايلات بتبقى يعني بيقفوا في مناطق يعني نص الوقت ضايع في تظبيط الصوت. لا هي مش تظبيط الصوت، المشكله في الشبكه. الشبكات ويمكن ضغط في الفتره دي. بيقعدوا يفكروا عبال ما بس كان في حاجه كنت عايز اسال عليها دكتور، اللي كانت بتتكلم اللي هي تاخد عصير بعد الصيام على طول، مش شرب العصير ده غلط؟ يعني ايه؟ يعني على الفطار تروح شرب عصير، مش بيقولوا بيأثر على الكبد شويه؟ لا لا ليه؟ يعني بياخد حاجه مسكره تقصد يعني؟ عصير اي عصاير. لا بس هي بتاخد يعني لا هو ممكن تقول ايه؟ الكميه قد ايه؟ لكن هي مثلا هي بيبقى دلوقتي السكر ناقص، وبعدين هل جسمه بيستفيد يعني بيتفاعل معاه تفاعلات طبيعيه؟ مفيش مشكله. في ناس لما ياخدوا العصير ده يجي لهم همدان بعدها. لان العصير فيه سكر كتير، السكر حضرتك بيطلع الانسولين بالجسم يقوم يخفض السكر في الدم، يجي له همدان، تلاقيه اتحدف كده نام على الكنبه بعد ما ياكل على طول. فهنا ده اللي احنا ممكن نقول له عليه، وبعدين لان امتصاصه سريع جدا. لكن لو هو متعود عليه مفيش مشاكل خالص ان شاء الله. تمام. اقدر اقول لك يا دكتور محمد ان العشر ايام خلصوا بسرعه بتوع اول رمضان ايام الرحمه. كل عام وانت طيب. وانت بالصحه والسلام. وكمان اقدر اقول لك ان الحلقه خلصت. كمان. بس الحلقه خلصت الا الدقيقه، انت عارف انت في الوقت اللي زي ده كنترول ما بيسيبش ودن اليمين. طيب هو دقيقه. حاضر الدقيقه بتاعتي حضرتك. اتفضل. بقول ان احنا اتكلمنا في بدايه الحلقه يا استاذ اسامه ان بنقيس معدلات السكر صايم وبعد الاكل بساعتين عشان نشخص المريض ده عنده سكر ولا لا، وما بناخدش عينه واحده، لازم عينتين ويكون السكر فيهم اعلى من الطبيعي. والطبيعي قلنا في الصائم 110 اللي بعد الاكل بساعتين 140، ولكن عايز اقول ان ده ممكن يكون عيان السكر بتاعه طبيعي في الصائم وبعد الاكل بساعتين وعنده خطوره وجود السكر في جسمه، هنشرحها في بدايه الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت لي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. رمضان كريم عليكم جميعا يا رب 2020، والى لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.